واجت النسوان كلياتها اجتمعت حواليه بقول له سيب السوري سيب السوري. هون انا عم اطلع بينه وبين حلقه، اول شيء ما فهمت انه شو الموضوع، يعني انه سيب السوري. كلنا شفنا الفيديو ده وكان طلع ترند وكل القنوات الفضائيه اتكلمت عن كلامه. بس انا لفت نظري حاجه تانية، عارفين ايه هي؟ لفت نظري ان اللي طلبوا في الفيديو هو اللي عمله الملك تحتمس الثالث. الملك تحتمس الثالث المعارك بتاعته وانشاء الامبراطوريه المصريه بتاعته، الامبراطوريه المصريه الاولى، عمل ايه؟ جاب كل ابناء الامراء اللي بقوا تحت سيطره مصر وخدهم مصر. ما خدهمش مصر عشان يكونوا اسيرين، لا طبعا، خدهم مصر علشان يعلمهم العلوم اللي كانت موجودة في مصر، خدهم في مصر عشان يعلمهم الأخلاق والقيم اللي كانت عند المصريين القدماء، وبعد ما يعلمهم الحاجتين دولة يحصل إيه؟ يرجعهم تاني بلدهم، لأن هو عارف إن بعد الأمراء اللي هو حاربهم دول اللي هيمسكوا، فلما يمسكوا الحكم من بعده إيه اللي هيحصل؟ هيكون ولائهم لمصر من غير أي حروب، وهيعرفوا إزاي يتعاملوا مع بعض بنوع من أنواع المسامحة، لأن هو ده كان فكر الماعت عند المصريين القدماء. طبعاً هتفتكروا إن أنا بهبت، لا أنا مش بهبت، ده الكلام المتوثق لك تحتمس الثالث، وإزاي إن هو رمز الأخلاق الحربية على مستوى العالم لغاية وقتنا هذا، وخططه العسكرية ومن قادة العالم اللي هم قالوا ان احنا خدنا الاسلوب ده من الامبراطور تحتمس الثالث. فبالتالي احنا عايزين ندرس تاريخنا من زاوية تانية خالص يا جماعة.